بعد تتويجها بلقب القارة الإفريقية كشفت البطولة قصة العشق بين الجزائر وفلسطين. فبعد فوزها بلقب القارة السمراء شهدت القرى والمدن الفلسطينية فرحة عارمة ابتهاجا بهذا التتويج. وقد تجلت قصة الحب بين البلدين تحديدا في هذه البطولة عندما هتف لاعبو ومشجعو المنتخب باسم فلسطين. واعتاد الفلسطينيون الوقوف إلى جانب المنتخبات العربية في مختلف المسابقات كنوع من الوفاء لهم لوقوفهم إلى جانبهم وتعاطفهم مع القضية الفلسطينية. ولكن العلاقات الجزائرية الفلسطينية ليست وليدة الساعة ولا ترتبط بالرياضة فحسب، بل هي علاقة يجمعها نضال وطني امتد لأجيال متعاقبة. حول هذا الموضوع ينضم إلي الناشط الاجتماعي ومشجع لمنتخب الجزائر وجدي جبارين. أهلا ومرحبا بك. بداية، يعني عندما أطلقت الصافرة، صافرة النهاية بين المباراة الجزائر والسنغال، يعني هتف الجميع باسم فلسطين لاعبي منتخب الجزائر، هذا هو كان المشهد قبل، عفوا، فلسطين قبل الجزائر. ما هي سر العلاقة بين البلدين؟ إذن سر العلاقة يظهر بوضوح وتجلي في أفراح وأطراح أيضا الشعب الجزائري، فقد رأينا في عندما فاز المنتخب الجزائري أيضا اللاعبين والجماهير أيضا في ذات الحال، وأيضا في مظاهرات الجزائر التي الآن يعني في شوارع الجزائر أيضا يجوبون باسم فلسطين، فهي موجودة في أطراح وأطراح الشعب الفلسطيني الجزائري. أصل هذه العلاقة والحب هو تاريخي وقومي ووطني، في يعني بعد تعمقي في الشعب الجزائري والناس الجزائريين الذين عرفتهم، ظهر لي أن هؤلاء تربوا على حب الجزائر، على حب فلسطين، كما تربوا على حب الجزائر في ذات الوقت. يعني هي أتحول طبعا إلى باريس. سيد توفيق، يعني يتحدث هنا ضيفي في الاستوديو السيد وجدي عن هذه العلاقة والحب، تجلت وكانت واضحة هذه المرة عرض شاشات في جميع القرى والمدن الفلسطينية في الضفة وفي غزة، تصريحات من قبل القيادة الفلسطينية. هل العلاقة هي علاقة أكثر وطنية بسبب القضية الفلسطينية، وواضح أنها تتجلى في كرة القدم التي تحتضن هذه القضية؟ فعلا العلاقة الحميمية بين الجزائر وفلسطين ليست وليدة العهد، يعني هي تقريبا رفعت شعارات يعني فلسطين في ملاعب، حتى في مونديال 2014 وفي كل المناسبات الكروية، وحتى يعني المناسبات الثقافية ومناسبات السياسية، لأن العمق العلاقة الأخوية بين الجزائر وفلسطين يعني ليس وليد الساعة، يعني لديه جذوره ولديه يعني متبادل، هو يعني ليس من طرف واحد، لا نقول فقط يعني الجزائر مساندة إلى الشعب الفلسطيني ورغبتها في يعني أن يعيش بكرامة وفي أمن وفي استقرار، وبالمقابل هناك يعني حب أو عاطفة من الطرف الآخر من الأشقاء الفلسطينيين. دعني أشهد طبعا، يعني دعني أسأل سيد توفيق لديخ الوقت، دعني أسأل هنا أوري ليفي، يعني أنت كنت في مدرج الجزائر وأيضا شهدت عن قرب تشجيع المنتخب الجزائري، يعني كيف هي هذه العلاقة؟ هتفوا بفلسطين، هتفوا لأبو تريكة. أكيد أولا الجماهير الجزائرية ناس كويسين جدا، والاحتفالات في المدرجات كانوا كبيرة جدا، وكمان سمعت كتير الاسم جزائرستيني، كل واحد سألته كيف تشر إلى الهوية الفلسطينية. أكيد فلسطين دايما في قلوبهم للجماهير الجزائرية، وكان كمان في الأغنية لأبو تريكة العلم الفلسطيني كان طويل. وجدي، يعني نتحدث، ما زلنا نتحدث عن هذه العلاقة. نذكر أيضا أن في قبل عدة أعوام عندما التقى المنتخب الجزائري والمنتخب الفلسطيني، المنتخب الجزائري طالب بفوز منتخب فلسطين وشجع منتخب فلسطين على منتخب بلادهم. هذه كانت المواجهة الوحيدة التي يأتي إليها أول شيء مباراة ودية، يأتي إليها 70,000 متفرج جزائري يفرحون لخسارة منتخبهم الوطني، ولكن يعني منتخب الفلسطيني والجزائري هما بالنسبة لهم منتخب واحد، ولكن هذه كانت يعني
يعني عن جد. كيف احتفلت بفوز منتخب الجزائر؟ وين بأي يعني عندما فازوا في كأس الأمم الأفريقية؟ طبعا مسجل الهدف أحمد أبو نهية كان أيضا يعني من ابن بلدي من أم الفحم، وذهبوا يعني أصدقاء لي من الجزائر خصوصا يعني موجهة التحية للاعبين الفحماويين الذين كانوا موجودون في هذاك المنتخب الفلسطيني الأولمبي في هذيك حتى في داخل يعني البلدات العربية هنا في إسرائيل كان هناك تشجيع لمنتخب الجزائر. نعم طبعا نعم. أوري يعني سأترك لك طبعا القليل من الوقت أن تتحدث أيضا عن قضية أثيرت في الإعلام العربي، هجمت بسبب تواجدك في داخل الملعب، كيف يعني ترد على هذه المسألة؟ أنت رافقتنا في كل هذه البطولة وكنت منفذنا إلى هناك. بصراحة بالشكل شخصي لي وقتي في مصر ووقتي مع الجماهير الجزائرية كانت تجربة منيحة، والشعب كمان الشعب المصري وكمان الشعب الجزائري كانوا ناس كويسين، بس بالنهاية انت من حوض الكورة والسياسة مع بعض كل واحد عنده. طبعا تحدثنا طويلا في خط التماس عن كأس الأمم الأفريقية، شكرا جزيلا لك، وأيضا الناشط الاجتماعي والمشجع المنتخب الجزائر من مدينة أم الفحم وجدي جبارين، شكرا جزيلا لك، وأيضا الصحفي وأيضا مختص في الشؤون السياسية السيد توفيق قويدر، أيضا كنت معنا في برنامج خط التماس، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.